مشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجيران، من المرتقب في غضون الشهر القادم أن يحتضن المركب الرياضي أبي بكر عمار بسلا مبادرة رياضية ستحطم رقما قياسيا ستدخل كتاب غينيس. نستضيف المشرفين عن هذه المبادرة، أستاذ رشيد، لو تحدثنا عن هذه المبادرة التي تودون القيام بها في خلال شهر مايو. تحديد احنا بصدد تهيئ واحد النشاط اللي هو عالمي تيتجلى في اننا ندخلوا الموسوعة في غينيس العالمية، نحطموا الرقم القياسي اللي هو في حوزة مصر الشقيقة من خلال واحد النشاط تنرميو منه الاهداف. اهدافنا هي التالية: اولا تفعيل المبادرة الملكية اللي وجه من خلالها رسالة للمشاركين في المناظرة ديال البوتنيقة التنمية الرياضية، ثانيا نجمعوا الشمل ديال المجتمع المدني بمدينة سلا ونخليو 64 جمعية تجي وتشارك معنا في هذا النشاط، 100 مشارك لكل جمعية بما مجموعه 6400 مشارك تحت شعار تفعيل المخطط المندمج الجديد للتنمية الرياضية بمدينة سلا. وهذا النشاط كنتوخاو منه كما قلت اننا ندخلوا لغينيس الدرجة الأولى، ثانيا نوحدوا شمل وأكيد نوحدوا شمل العمل الجمعوي اللي هو مشتت وطنيا ومحليا، والنشاط غادي نديروه بشراكة طبعا مع الجماعة الحضارية لمدينة سلا، مع مجلس العمالة، مع الاتحاد الوطني الدولي لمناصرة الحكم الذاتي، ومع مجموعة نتاع الشركاء اللي مازال في انتظار الردود نتاعهم والأجوبة. طبعا هو الشعار اللي تحت هذا اللي هو تحت هذا الشعار غنجمعوا الشباب بزي موحد بالشكل اللي تيبان هنا، وتحت هذا الشعار اللي هو فيه الرايه ديال الخريطه ديال البلاد، وتحت شعار طبعا تفعيل المخطط المندمج الجديد للتنميه الرياضيه بمدينه سلا. هذا النشاط غادي يكون في بكر عمار وغادي يضحك على الصياغه ديال التجربه المصريه، وطبعا قبل منها كانت التجربه البلجيكيه، من بعد من نجحوا في اننا نحطموا هذا الرقم غادي نحطموا دوري ديال المدينه ب 64 جمعيه اللي تعطينا خمس فئات سومينيم مينيم كادري جونيور سينيور، نمشيو بالاقصاء المباشر حتى النهايه، والنهايه طبعا غادي تكون في مقاربه ديال عيد العرش المجيد. ودونك بايجاز هذه هي الفكره طبعا تنزيل. هل هناك انسياق ما بين مختلف المؤسسات الدستوريه، يعني المجلس الاقليمي ديال سلا، مجلس المدينه، طبعا شنو الدين الفرق هو رئيس الفعلي ديال هذه اللجنه هذه؟ نعم، هل الفرقاء واش داعمين هذه المبادره؟ داعمينه كاملين بدون استثناء، هو تحت الرعايه طبعا ديال تنتمناو انه يكون تحت الرعايه الساميه ديال جلاله الملك، هو تحت الاشراف المباشر ديال الجماعه الحضاريه ديال سلا موافقه معها. طبعا كاينه لجنه مشرفه على النشاط اللي حاولنا نجمعوا فيها من سهول المدينة العامر كل شيء، لم نقصي بقنادل، الإخوان كلهم غيشاركوا في النشاط وكلهم غيكونوا جزء منه. هذه الجماعة المحلية متواجدة هنا بقنادل واش معاكم؟ الآن باقي ما تلقيناش ردنا، الإخوان هنا الجمعيات المحلية هي اللي غتلعب هذا الدور ديال التنسيق. طبعا احنا درنا هنا خريطة ديال مدينة ديال عمالة سلا ما فيها عامر اللي تزاد في التقسيم الجديد، دونك هنا خريطة العمل اللي ديال المناطق كاع اللي غيشملها النشاط. نعم، سي رشيد، شنو هي الرسالة التي تودوا بعثها عبر المنبر للمسؤولين؟ تنتمنى أنه جميع المسؤولين يوعوا باللي النشاط هو عالمي ماشي غير وطني، ويدعمونا باش ندخلوا للعالمية جميعا ونرفعوا الصورة ديال المدينة ديال سلا. إذا شكرا. نعم، بغينا كلمة المنصف وتفضل. نعم. المسلمة إخوان محمد والغيري رئيس جمعية الأصدقاء الرياضية والتنمية البشرية، نتمنى من هذا المنبر هذا إن شاء الله بأن توصل الرسالة ديالنا للمسؤولين باش يشجعونا في العمل الوطني إن شاء الله. هو اللي كاين، كنتمنى إن شاء الله بإذن الله باش تنافر الجهود ديال الجميع، السلطات المحلية، المنتخبون، على اساس اننا نجبر المشروع هذا، لان هذا مشروع ديال الجميع. كما قال سيدنا اننا خصنا
نرفعوا المستوى ديال العمل الجماعي. حنا كنمشيو في هذا الاطار هذا باش نوحدوا الشمل ديال جميع الفرقاء، والله هو ولي التوفيق. شكرا وأكتفي بهذا.